يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هل يدل هذا على أن الأوامر من الله تكاليف وإن لم تظهر حكمتها لنا؟ هم يقولون تكاليف، لكن التعبير فيه نوع غرابة، ما تسمى تكاليف. تكاليف يعني أنها تكلف وتشق على الناس، ما هي تشق على الناس ولا تكلفهم، هي ميسرة ولله الحمد، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالتعبير غير مناسب لأوامر الله ونواهيه، يقال إنها تكاليف. نعم.